كورة وعايزين نعرف الضغط جواها عامل ازاي. هو الموضوع مش مختلف كتير عن كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد هشام ودي قناتي قناة ام هتشات. كنت عملت قبل كده حلقة عن المية الزرقاء او الجلوكوما او المياه الزرقاء، حلقة قديمة جدا، علمنا يمكن بتفصيل اكبر شوية عن ضغط العين ودورة السائل اللي جوه العين، وحط لكم اللينك بتاعها في اي حتة تلاقوا اي في الشاشة تدوسوا عليها ترجعوا الحلقة. ولكن النهاردة احنا هنتكلم على كيفية قياس ضغط العين. يعني ناس كتير بتروح لدكتور العيون يقول لك هنقيس ضغط العين، ممكن يتخض شوية او ممكن يكون في حد اساسا بعد الشر عن الجميع عنده جلوكوما وبيتابع ضغط العين، او في بعض الاحوال اي حد رايح لاي مستشفى عيون او دكتور ممكن يكون عنده في الروتين بتاعه قياس ضغط العين لو اللي هو الهواء او الايربوف. نتكلم على الكلام ده كله ونعرف ايه القسم. طرق كتيره وفي حاجات كتيره موجوده في الكتب، ولكن زي ما احنا متعودين مع بعض مش عايزين نوجع دماغ ودش كتير، احنا نتكلم على الحاجات اللي فعلا ممكن تتعرضوا لها، اي حد ممكن يتعرض لها. الموضوع مش هيخرج عن الاربع حاجات اللي احنا نتكلم عليهم. العين عشان نبقى عارفين عباره عن تجويف، زي الكره دي بالظبط. يعني الكرة دي بالظبط عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن تجويف واتملى هواء، هذه البساطة. نفس الحوار، هي العين عبارة عن تجويف بس مليان سائل. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده بقى في الحلقات القديمة، وزي ما قلت برضو حلقة العين بحط لكم اللينكات، ولكن للتسهيل نعتبر ان العين عبارة عن تجويف مليان سوائل. السائل الزجاجي اللي في القسم الخلفي من العين، السائل حاجة اسمها الايكوس او عاملة زي المية، هي مالية الجزء الامامي من العين وهي دي اللي بتبقى عاملة الضغط. طبعا كذا معلومة وقلتهم قبل كده، ان دايما السائل اللي جوه العين ده في حالة افراز دائم وفي حالة صرف دائم، يعني هو دايما بالانس بين الصرف وبين الافراز. الافراز من جزء معين في العين كده، الاجسام الهدبيه في القزحيه، والصرف بيكون برضه عن طريق القزحيه في طريق كده، ولكن الطريق الاساسي في بلاعه، في حاجه اسمها الزاويه او زاويه داخليه جوه العين، اخر تجويف القرنيه بين القرنيه وبين حته من القزحيه، هي في هنا زاويه. الزاويه دي بيكون فيها زي بلاعات، هي دي المسؤوله عن الصرف، الجزء الاكبر من الصرف. ويمكن زي ما قلت تفاصيل في الحلقه بتاعه الميه الزرقاء هحط لكم، ولكن الخلاصه ان العين لازم علشان تكون محافظة على شكلها زي الكورة دي. يعني الكورة دي لو هي مفسية زي ما بنقول هتكون مش في الشكل ده، مش هتكون في شكل كورة. العين عشان تكون محافظة على شكلها وعشان اشياء كتيرة يكون جواها ضغط. هو معلومة، اي تجويف مقفول، ودي حاجة مهمة، لان طبعا لا قدر الله الضغط لو وطي خالص نبقى دي من احد علامات ان لا قدر الله في مثلا انفجار في العين بعد الشر. نرجع برضو للحلقة بتاعت العين عليها حاجة، لكن اللي انا بتكلم عليه العين تجويف مقفول. طالما تجويف مقفول وفي سائل يبقى ليه ضغط. الضغط ده عشان نبقى عارفين ليه معدل طبيعي، يعني احنا دايما لما بنقيس هو الضغط بنتكلم من اول 11 او 12 لحد 20 21. وحده القياس عامله زي وحده قياس ضغط الدم اللي هي مليمتر ميركوري او مليمتر زبده، هي نفس الوحده، ولكن عشان نبقى حافظين الرقم نفسه دايما من 11 او 12 لحد 20 21، رينج المقبول او المعدل المقبول. طبعا المثالي اللي هو 16 زائد او ناقص 2 ده المثالي اللي في المنتصف، ولكن اي حد يسمع ضغط العين 11 ل 21 يعتبر طبيعي باذن الله. طيب احنا دلوقتي هنقيس ازاي الضغط؟ زي الكوره دي الحاجه بيكون في زي مقياس كده ابره بتخش في البلف بنعرف ضغط الكوره. هل العين نفس الموضوع؟ لا طب احنا مش هنقيس بنفس الطريقه، ولكن في حاجات مشتركه. اي حد عنده كوره زي دي وعايز ينفخها، اول حاجه بتيجي في بال للشخص اللي بينفخ الكوره دي وهو حتى خلال ما بينفخها عشان يشوفها منفوخه ولا لا، اول حركه بيعملها هي الحركه اللي هي زي دي، هو بيدوس على الكوره. يعني مجرد الدوس على الكوره لوحده يدينا مؤشر الدنيا ماشيه ازاي. لو اتدست معاه جامد يبقى معناه الضغط قليل، لو الدوسه فيها مقاومه شويه يبقى معناه ان الضغط عالي. طيب هل في العين بيكون في دوس على العين؟ اه بيكون في دوس على العين برضه. هو الموضوع كله مشابه لكده او بيعتمد على نفس المفهوم لكن بطرق ادق، لكن هي نفس الفكره العامه، ان ضغط معين او قوه معينه بيبقى على سطح الكوره دي في الحاله بتاعتنا العين، ورد الفعل ده اللي بنقيسه وبيطلع لنا الضغط اللي جوه العين عامل ازاي. ده الفكره العامه. هنتكلم هما اربع طرق يمكن الاساسيين، هنتكلم على كل طريقه في عجاله وايه المزايا والعيوب. الطريقه الاولى هي طريقه البالبيشن او طريقه اللمس او التلامس، الضغط بالتلامس. ده الدكتور انا هيقول لك ايه، بص لتحت، فانت اول ما تبص لتحت من فوق الجفن بندوس على، مش على القرنيه، على الصلبه او جزء الصلب من العين او المتصلبه السكليره اللي هي البياض بتاع العين. بنعمل حركه زي نشوف رد فعل العين تحت ايدينا او صوابعنا، يدوس بصباعه وبيحس برد فعل الرده بتاعه الموضوع على الصباع الثاني، وبيكرر الموضوع ده بالصباعين، بيديله احساس عين ضغطها عالي ولا واطي. لو ده بيجي مع
الخبرة مع قياس الضغط. يعني دايما واحد بيقيس الضغط وبايده وبيقيسها بالجهاز وبيقارن، فبيبقى عنده من كتر الخبرة ان ممكن بالقياس ده يبقى عارف الرينج عامل ازاي الى حد ما. طبعا ميزة الموضوع ده انه سريع وانه سهل وانه مش محتاج اي معدات، ولكن عيبه انه طبعا بيعتمد على حساسية الطبيب نفسه من خبرته، وفي نفس الوقت ان هو بيدي موضوع دايما نقول رافلي او بالويم، يعني الموضوع مش دقيق، مفيش رقم هيطلع. هو لما بيكون غير متاح اجهزة، او لو الدكتور عايز يطمن على الضغط بتاع العين للمريض بطريقة تكون سريعة او بطريقة تقريبية، يعني لو عايز يشوف قياس ضغط العين لما بيقول بالويم كده بالظبط، زي مسكة الكرة اللي هو بالايد، ان انا الواحد يضغط على الكرة، ده ما بيديناش المقياس الصحيح اللي جوه الحاجة، ده بيكون مجرد بندينا فكرة. الدكتور بيحس لا ده في الرينج الطبيعي او ناحية العالي او ناحية الواطي. طبعا في بعض الاوقات بيكون باين قوي، بيبقى في حاجة اسمها ستوني هارد اللي هو بقى خلاص حاجة عالية جدا، بيكون فيه طوارئ بعد الشر، او ان بيكون بعد الشر منخفض جدا مش محتاج قياس. يعني الحالات الكبيرة قوي في الضغط العالي او الضغط الواطي الطريقة دي بتكون فعالة جدا، فمش محتاج ان احنا يعني لو هنبدأ علاج ممكن نبدأ علاج بعض الحالات الطوارئ مثلا. ولكن دي طريقة موجودة، ممكن اي مريض بعد الشر على الجميع، ان ممكن لا الدكتور بيلمس عينيه يعرف هو بيعمل. الطريقة التانية في طريقة اسمها اندنتيشن، او زي ما نقول ان في نغزة بتحصل على العين، يعني زي نقرة كده، هو جهاز معين اسمه شيوت يتمسك بالايد، يعمل زي الميزان بتاع فاكهة كده القديم ولا حاجة، مؤشر مرتبط بزي فعلا ميزان لان بيتحط عليه اوزان، وفي تحت في مسطح حديد من تحت نازل منه عمود، بيبقى نازل بطريقة معينة، بيبقى موصول بإبرة فوق، وبيكون فعلا عليه كمان اوزان بتتحط مع العلبة. فنخلي العيان يكون قاعد وباصص لفوق، بنحط له طبعا اغلب الحاجات بيكون تلامسية، وحتى الغير تلامسية ممكن نحتاج قطرة البنجة ان احنا نخلي العيان مش حاسس بعينيه، نهدي العيان وبنفهمه، وبعديها بنمسك الجهاز اللي هو الشيوتس ده وبنبتدي نحطه على القرنية، وبنخلي الكيرف ده يريح على القرنية، عمود ده ينزل على القرنية وهو بيتشال مع اوزان معينة بتروح على مؤشر، وبنشوف حسب الوزن القياس ايه من طريق جدول إيه كده، جدول مع الدرجة اللي بتطلع بنشوفها في الجدول ده يبقى الضغط بتاع العين. احد الطرق الموجودة. طبعا ميزة ان هو الجهاز سهل الاستخدام نسبيا، ولكن مش دقيق قوي، والعيب طبعا التلامس بمشاكل التلامس من بعد شر نقل اي حاجة او ان يكون في اي حاجة تعقيم، ولكن يعني مش حاجة درجة، وطبعا المضايقة او الاحساس بتاع العيان. نيجي للطريقة الثالثة، ودي الطريقة الاشع والاهم والاحسن، فكرة الابلانيشن او التسطيح، جولد ستاندرد قوي، يعني دي الطريقة المثلى، وخاصة بجهاز ما اختراع اسمه جولدمان ابلانيشن تنومتر على اسم عالم جولدمان، وهو بيعتمد على قانون معين اسمه امبرت فيكلو، ما لقطش الاسم مش مهم، في ده اللي هو الضغط يساوي الاف اللي هي الفورس او القوة المطالبة لتسطيح مساحة معينة على الاي دي اللي هي الاريا او المساحة التي تم تسطيحها. الكرة دي لما نيجي نلزقها في حيطة مثلا، الاخر الحتة المسطحة هتكون على شكل دايرة، الحتة المسطحة المتلامسة مع الحيطة دي هتكون على شكل دايرة. لو احنا قسمنا القوة المطلوبة لتسطيح الدايرة دي على مساحة الدايرة دي دينا الضغط. خلاص ان الضغط اللي داخل العين يساوي القوة المطلوبة لتسطيح مساحة معينة من القرنية مقسوم على هذه المساحة. ده المبني عليه اهم جهاز الجولدمان ابلانيشن ترامتر او جهاز التسطيح جولدمان على اسم العالم جولدمان، اللي بيكون موجود على اغلب اجهزة سليت لامب او اجهزة المصباح الشقي اللي بنكشف بيه على العيانين. بيكون في جزء تاني كده، يعني يمكن العيانين اللي بيقيسوا ضغط هياخدوا بالهم، بتلاقي الدكتور جاب كده جزء تاني لونه اسود، علبة السودة جنبيه زي زرار الفوليوم بتاع الكاسيت القديم، طالع منها زي اريال كده او عمود حديد، وفي الاخر في كون او يعني مخروط. المخروط ده مش مدبب ببوز، لا هو مقطوش كده، يعني اخره فيه دايره، الدايره دي هي اللي بيحصل فيها تلامس على العين. يمكن اي حد راح للدكتور عمل له الضغط ده او شاف حد بيتعمل له، الدكتور بيجيب الجهاز ده بيلفه كده علشان يجي تساوي مع المكان اللي بيبص فيه الدكتور، وبيحاول ضوء كده بيكون ازرق، وقبليها بيحط للعيان نقطه قطره مخدر مع قطره فلوريسين، او ساعات بيكون فيه ستريب فلوريسين، المهم لازم يكون فيه فلوريسين وصبغه فلوريسين جوه العين، لان احنا بنقلب الفلتر على فلتر الازرق اللي هو بيبين قوي الفلوريسين، ده المفروض. ولكن في بعض الاحيان في عدم توفر الفلوريسين او مع السرعه وخبره الدكتور، طبعا ده مش الصح، ولكن انا بتكلم على ان ده ممكن يحصل، ان ممكن في عيان يقول لي طب يا دكتور كشف لي ضغط العين بس من غير ما يحط لي فلوريسين ومن غير ما يجيب النور على الازرق، بتحصل في بعض الاوقات من خبره الطبيب. الفكره كلها كون ده او المخروط ده يكون جواه اتنين بريزما او منشورين، اول ما بيحصل تلامس بيكون في نقطه الدموع او السطح اللي فيه الدموع بيلامس هذا المنشور، جزء المسطح بيتقسم نصين كانهم نصين دايره، المفروض مع تغيير بيكون الحته الجزء اللي تحت ده الدكتور بيعلي وبيوطي يغير في قوه الضغط اللي على القرنيه علشان يسطح جزء اكبر او جزء اقل،
المفروض ان هم بيقربوا ويبعدوا عن بعض، المفروض القياس بيكون مظبوط، او ان خلاص تم تسطيح المناسبه للقرنيه. اول ما نشوف من جوه منظر معين، المنظر معين ده نصين الدايره دول بهذا المنظر، يعني زي ما نقول نص دايره من فوق ونص دايره من تحت، بيحصل ما بينهم تلامس، ساعتها بنعرف ان كده اقدر اشوف الضغط الملائم اللي عمل التسطيحه دي على العين. القرايه دي اللي بنطلع هي دي القرايه بقى اللي بناخدها على طول، ما بنحطهاش في جداول ولا حاجه. هو الخلاصه نفس الفكره، ان المنشور ده لما بيلمس القرنيه بيسطح جزء من القرنيه، التسطيح ده بيدي قوه معينه الجهاز بيقيسها، يعني بيحولها عن طريق الاعتماد على القانون اللي احنا اتكلمنا عليه، بيحول لنا كلنا بالظبط الضغط اللي جوه العين عباره عن. فاحنا حرك اللي زي ما نقول زرار الفوليوم بتاع الكاسيت بتاع زمان ده، هو بيكون من الجنب، بنقعد نزود ونقلل لحد ما نشوف المنظر اللي احنا قلنا عليه. نبص على القرايه يكون ده ضغط العين بالمليمتر ميركوري، او يعني وحده قياس ضغط العين. المهم مش هوجع دماغكم، لكن فلوريسين بيوضح يعمل الارك ده، او بيعمل نص الدايره ده، بيرسمها بطريقه تبقى باينه زياده، ولكن يعني في حال عدم توفر الفلوريسين او مع الخبره الزايده دي مش طريقه صح قوي، ولكن بعض الدكاتره بيعرفوا يقيسوا الضغط، بيرسم هو الارك بتاع الفلوريسين، بيبقى عارف متخيله عامل ازاي. فانا بس بطمن بعض العيانين، ولكن ضمن ابلانيشن تونومتر ده، والجهاز اللي بيكون موجود على جهاز المصباح الشق ده، ده اظبط جهاز لضغط العين. وعشان كده العيانين اللي بعد الشر عندهم جلوكوما لازم بيتابعوا عن طريق الجهاز ده. لو عايزين نقطع الشك باليقين لازم نعمل بالجهاز ده، ده الجهاز الاهم والاشع والادق زي ما بقول. طبعا الميزه هنا ان الدقه، ولكن من العيوب طبعا التلامس، العيان بيكون قلقان جدا واحنا بنقرب عليه، يا دكتور عيان بيقلق جدا، وده لما تحطوا نفسكم مكانه فعلا الموضوع بيكون مقلق، لما بيحس ان في حاجه هتلمس جوه عينيه، ودايما السؤال الشائع ده هتلمس عيني يا دكتور. لازم نشرح دايما العيان عشان ناهله هو مقبل عليه. فعلا بيحصل تلامس، تلامس ومشاكله غير القلق، ان برده ممكن يكون في نقل لبعض الميكروبات ولا حاجه، ولكن ده في النادر اللي بيحصل، ودايما عشان كده احنا برده بنحاول نطهر الكون ده. وفي بعض الدكاتره عندهم كذا كون ممكن بيعقموه ويبدلوه، او في بعض الاوقات او في مكان ما عندوش الامكانيات، ان بين كل عيان وعيان لازم تطهر الكون ده على الاقل، على الاقل يعني بكحول، قطنه بكحول ونمسح الكون ده، بعدين نحط قطره المخدر ده نمسح بيها علشان تخفف تركيز الكحول ده، ما يحصلش حاجه على القرنيه، ودي حاجه مهمه جدا، ان ما ينفعش الكحول يجي على طول على القرنيه، ممكن يحصل مشاكل. يعني ده ملحوظه لزمايلي سواء الاكبر والاصغر، يعني المهم على حسب الامكانيات، ولكن حاول تقليل اي نقل حاجه، لازم بيكون في تطهير للكون ده او الحته اللي بيحصل فيها التلامس. في نفس الوقت في العيوب، ان برده ممكن يتاثر حاجه اسمها سمك القرنيه ونوعيه القرنيه، لو لا قدر الله في القرنيه بعض المشاكل او بعض السحابات او بعض التليفات، هيبقى محتاج قوه اكبر يدينا قرايه اعلى خاطئه، ان هو بيعتمد على تسطيح القرنيه. فلو القرنيه انشف من المعتاد او اسمك من المعتاد، الموضوع يعني بيكون مختلف. فده في الاندنتيشن والابلانيشن، ولكن في الابلانيشن اللي هي بتاعه تسطيح القرنيه اللي هي الاساسي. والجهاز ده طبعا بيحصل له حاجه اسمها كاليبريشن او اعاده تظبيط كل فتره علشان يدي قرايات مظبوط. نفس المنظور في بعض الاجهزه المحموله، حاجه اسمها تونو بن، حد اسمه بيركنز تونومتر، المهم من غير اسامي، اجهزه برضو التلامسيه اللي بتعتمد على التسطيح، ولكن مش بنفس دقه جهاز الجولد مان ابلانيشن تونومتر، او جهاز قياس الضغط عن طريق التسطيح لجولد مان، هو ده الجولد ستاندرد او الجهاز الادق، وده اهم واحد للقياس. اخر حاجه من الحاجات الشائعه في قياس الضغط، ويمكن ناس كتير شافتها، اللي هو جهاز الهواء او البخه الهواء او الاير باف، ودي طريقه غير تلامسيه، وفي بعض المستشفيات الموضوع ده بيكون روتين. هو فعلا بينفع كروتين لان مفيهوش تلامس، فما بيكونش في عرض قوي لان في نقل لاي شيء، ولكن من ناحيه ثانيه برضو بيظل في قلق من العيانين، بيكون مقلق في انتظار العيان للبخه بتاعت الهواء دي، بتضايق العيان، ولكن ما بيحصلش فعلا تلامس، هو الهواء اللي بيلمس القرنيه، ولكن ما بيكونش فيه تلامس مع جزء بلاستيكي او حديد او ايا كان، ممكن ما بيحتاجش قطره، ولكن في الغالب برضو بعض العيانين بنحط لهم قطره على اساس يقلل الاحساس شويه عشان ما يزورش على عينه. ده بيكون جهاز العيان بيقعد قدامه بيعمل بخه كده للهواء، هو عن طريق سنسورز او حساسات معينه، دقه معينه في تحليل رد فعل القرنيه للهواء ده، بيدي فكره الضغط اللي جوه العين عامل ازاي. في عينين يقول لك ما حلو اهو بدون تلامس، لا ما بيكونش دقيق قوي، وبرده بيكون في ذره شويه من العين بتاعت العيان، يعني احنا ما بنعتمدش عليه كقياس ضغط، ده بيدينا فكره عامه. يعني في بعض المستشفيات بيعملوها كروتين، ان احنا نطمن على ضغط عين العيان كده، الضغط عامل ازاي او رينجو، لو لا قدر الله لقينا في حاجه مقلقه ساعتها بقى بنقيسه على الجهاز بتاع المصباح الشقي اللي هو الجولد مان ده، ان هو ده الجهاز الدقيق، عامل زي كده بالظبط فكره ضغط بالجهاز الالكتروني، قياس ضغط الدم بقى بالجهاز الالكتروني اللي ممكن الناس تكون جايباه، والجهاز الزئبق بتاع زمان المنفخ ده. طبعا الاجهزه الالكترونيه تقدمت بشكل كبير، ولكن يظل الادق هو الجهاز الزئبق، لا بنحط السماعه ونقيس، ده بيكون ده الادق. فنفس الحوار الاير باف ده بيدينا خلفيه
هي الليلة ماشية ازاي، لو الامور في الاطمئنان يعني لو في الرينج الطبيعي خلاص بنبقى مطمئنين. لا لا قدر الله هنا حاجة بالحركرك او بين في الهاي نورمال يعني طبيعية بس ناحية العالي او حاجة عالية او ناحية الواطي او حاجة واطية، لا لازم نقيس بقى بالجهاز المظبوط علشان نطمن فعلا في حاجة نضطر ان احنا نتعامل معها ولا لا مجرد دي مثلا ذرة عين ولا حاجة. بالتالي هم دول الاربع طرق، ودول اشع اربع طرق، palpation او بالضغط بالايد، indentation اللي هو بجهاز الشويتس او يعني نقرة كده على العين، applanation وده الاكتر جولدمان وبيركنز والحاجات المحمولة، طريقة اير باف او طريقة الغير تلامسية عن طريق الهواء. في طرق تانية في الكتب ولكن عمليا هم دي الطرق اللي تقريبا اغلب العينين بيتعرضوا لهم. هي الفكرة واحدة، ان انا عايز احط قوة معينة على الكرة او العين، وتحديدا بيكون القرنية في اغلب الاوقات، وبنشوف رد الفعل بيدينا خلفية عن الضغط اللي جوه العين. طبعا في ناس هيقول لي طب ما ممكن من المتصلبة او الصلبة او الجزء الصلب الابيض السكليرة او البياض العين، ممكن، ولكن ده ما بيكونش القياس المظبوط، بيكون ليه تعديلات قصص تانية، وده مش الدارج. الاربع طرق اللي اتكلمنا عليهم دي الطرق اللي في الغالب اي عيان بعد الشر يتعرض لها، ويمكن الاشع هي الجولدمان ابلانيشن اللي هو الجهاز اللي على مصباح الشق للعين. اتمنى ما اكونش نسيت اي حاجه، ولو حد عنده اي سؤال او استفسار زياده يسيبوه لي في التعليقات. زي ما دايما بقول بصوا على بيت الفيديوهات في القناه، مش بس قناه الضيف، في حاجات كتير بيعمل على الطب بتكون ممتعه ومفيده. لو لقيتوها قناه تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ربنا يدينا العمر والصحه، ونشوف بعض على خير اللايف الجايه او الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.